كل اصحابي الحلوين اللي بيشوفونا في برنامجنا سوا على الهوا. عايزه اقول لكم يا اصحابي ان انا مبسوطه جدا 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 ان انا معاكم في تاني حلقات سوا على الهوا بعد صاحبتي الاموره والمميزه والعظيمه جدا فتفوته. وعايزه اقول لكم كمان ان النهارده هيبقى معانا فقرات كتير حلوه جدا 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 ومختلفه ولذيذه، وهنضحك ونهزر ونشوف كومنتات ونستقبل مكالمات صحابنا وكل حاجه هنعملها سوا يا صحابي. وخلينا دلوقتي نبتدي بأول فقرة في فقرات برنامجنا، وهي فاكرينها يا صحابي؟ طب فكروا معايا كده، حصلت امبارح، كان في صاحبنا كده أمور أزرق طويل بيعمل حاجات وحركات. برافو عليكم يا صحابي، هو بالظبط الحلقة أو الفقرة اللي بيعملها صاحبنا بقسماطة، وهي ماذا لو. تعالوا دلوقتي يا صحابي نشوف ماذا لو مع صاحبنا بقسماطة، ونشوف الموقف اللي هيحصل له هيعمل فيه ايه دلوقتي. يلا بينا ونرجع تاني مع بعض. هي عيني عليا، هي عيني عليكم يا فلوسي، يعني خلاص كده تحويش السنة كلها هتروح عليا، معقول استغنى عنكم؟ قولولي اعمل ايه فيكم، هفرط فيكم كده يا فلوسي. ما تردي، حصلتي، قوليلي اعمل ايه في الورطة اللي انا فيها دي، ده انا قعدت كتير عشان املاكي كده. وبعدين ده انا كان في حاجات كتير كنت ناوي اشتريها بالفلوس اللي حوشتها في الحصالة بتاعتي، يعني لو صرفتكم دلوقتي هخرج مع اصحابي في العيد ازاي وانا مش معايا فلوس؟ ده انا كنت بحوشكم عشان خروجه العيد. ما تردي يا حصاله، ردي. صحيح ده انت حصاله، هتردي ازاي؟ خلاص انا هحكي لاصحابي وهم اكيد هيحسوا بيا لانهم برضو بيحوشوا زيي. اصل النهارده يا اصحابي ماما ادتني 50 جنيه عشان انزل واشتري لها حاجات من الشارع. قمت لبست ونزلت، وانا في طريقي قابلت راجل شكله غلبان خالص وطلب مني مساعدة وقال لي يا بقسماطة ساعدني حتى لو بجنيه. وبصراحة شكله صعب عليا جدا، وافتكرت ان في جيبي التاني 5 جنيه من فلوسي ما كنتش لسه صرفتها. قمت مديت ايدي في جيبي واديته، والراجل شكرني وفضل قاعد مكانه. لكن لما وصلت للمحل اللي هجيب منه الحاجات اللي ماما عاوزاها، وبعد ما طلبت من عمه بتاع المحل الحاجات، بمد ايدي في جيبي عشان اديله 50 جنيه، ما لقيتهاش، ولقيت 5 جنيه بس. كان شكلي وحش قوي قدامه واتكسفت جدا. قعدت ادور في جيوبي وما لقيتش حاجه تاني، واكتشفت ان اديت الراجل الغلبان 50 جنيه اللي بتاعت ماما بدل ال5 جنيه بتاعتي، وطبعا معرفتش اجيب الحاجة اللي ماما عاوزاها. واعتذرت لعمه بتاع المحل وروحت وانا مش عارف اعمل ايه. يا ترى اقول لماما اللي حصل وهي هتقدر موقفي وتديني 50 جنيه تانية، ولا هتتضايق مني عشان ما خدتش بالي؟ بس لا، ما ينفعش اخد منها فلوس تاني لان انا اللي ضيعتها، وانا المفروض اللي اتحمل نتيجة غلطتي واطلع من فلوس اللي حوشتها في حصلتي. حصلتي حبيبتي، بس كده هدي علي خروجة العيد مع اصحابي اللي كنت محوش عشانها، ومش هعرف اشتري حاجة لحد ما احوش من اول وجديد. طب ارجع للراجل الغلبان وافهمه الغلطة دي، واني المفروض اديله 5 جنيه بدل 50 جنيه، ولا هبقى وحش كده؟ انا محتار يا اصحابي ومش عارف اعمل ايه. قولولي ماذا افعل، ماذا تفعل لو كنت مكاني يا صديقي؟ بيكوا يا صحابي حلوين مرة تانية بعد ما شفنا الفيديو. شفتوا بقى اللي حصل لبقسماطة؟ يا حرام، ما كانش عارف يعمل ايه، وال50 جنيه وال5 جنيه. طب انا كان نفسي اخرج مع صحابي، طيب كان نفسي اجيب شوكولاتات في العيد، طيب هقول لماما ولا هرجع للراجل اكسفه ولا اعمل ايه؟ اصل موقف صعب قوي. انتوا عارفين يا صحابي احنا كمان ممكن نتعرض للموقف ده وتبقى حاجة غريبة كده، وابقى مكسوفة ومش عارفة اعمل ايه، وابقى خايفة من رد فعل الناس، بتبقى حاجة غريبة. تعالوا مع بعض كده نتشارك. عايزة اقول لكم على حاجة، الفيديو ده احنا عرضناه على الفيسبوك وكان صحابنا بيدونا تعليقات كتير بقى وبيقولوا لنا حاجات كده كده كده. يلا بينا.
تعالوا نشوف تعليقات صحابنا. بشوي ميلاد بيقول ان شيري ميلاد بتقول لك يا بقسماطه ما تزعلش، اللي انت عملته ده حلو خالص، واحنا لازم نساعد الفقراء، بعد كده نبقى نخلي بالنا، وقول لماما وماما هتفرح خالص، واكيد هتقدر هتقدر موقفك، ومش بعيد انها تديك غيرها. يلا بسرعه يا بقسماطه، بابا يسوع فرحان بيك جدا انك عملت كده. انجي كمان بتقول انه بربت ومينا بتقول لك الله دي حاجه حلوه قوي يا صحابي، انا مبسوطه قوي بان انا بشوف الاباء والامهات بيجيبوا التعليقات بتاعت ولادهم وبناتهم، عشان هم ممكن ما يكونش عندهم فيسبوك. شكرا ان انتوا بتعملوا كده وبتشاركونا الحاجات بتاعت ولادكم، لانه ده بيفرحهم وبيفرحنا جدا جدا. انجي كمان بتقول بربت ومينا بتقول لك يا بقسماطه ان ده معنى العيد الحقيقي، لما تساعد غيرك وتفرحه، وقول لماما دي حاجه هتفرحها جدا وهتديك فلوس اكتر كمان، وهتخرج احلى خروجه مع صحابك في العيد. واضح انه يا جماعه الاباء والامهات كلهم مجتمعين انه بقسماطه هياخد فلوس كتير وهتبقى فرحه جميله وهيبقى عيد جميل قوي قوي على بقسماطه. يا ريتني كنت معاك يا بقسماطه. وبعدين في ياسا إيهاب صاحبنا بيقول قول الحقيقة. وفي كمان مارسلينا ماجد بتقول لك يا بقسماطة قول لماما الحقيقة، هي بالعكس هتقدر وهتفرح بيك قوي لأنك كنت بتساعد الراجل الغلبان، وما كانش قصدك تضيع فلوس ماما، أنت حلو خالص يا بقسماطة عشان بتساعد الغلابة إخوات بابا يسوع. وطنط ميرات مرقص بتقول إن أنجلينا أسامة بتقول له يقول لمامته على اللي حصل كله، وهي هتفهم انه ما كانش قصده، بس ممكن هو يحاول يعوض الفلوس اللي ضاعت بجزء من مصروفه كل شهر، وبكده يبقى ساعد مامته في جمع المبلغ اللي فقده. ودي حاجة حلوة قوي يا صحابي ان احنا نتعلم ان احنا نحوش من فلوسنا شوية حتى في حياتنا بعد كده، انه احوش شوية لو انا عندي عايزة حاجة اشتريها، لو عرفت في وقت انه ممكن تكون ظروف البيت مش احسن حاجة ومش هينفع يطلب مني الفلوس دي دلوقتي، او انا اطلب الفلوس دي، او اخرج الخروجة الفلانية، او اجيب الشوكولاتة، او اعمل حاجة، يكون عندي احساس ببابا وماما وشاعر بالمسؤولية معاهم. دي حاجة هتفرحهم جدا وهتخليهم دايما فخورين بيا. وكمان معانا تعليق يا صحابي، مارتن هاني بيقول لك قول لماما يا بقسماطه وهي مش هتزعل، بالعكس دي هتفرح خالص، مامتي دايما بتفرح لما بساعد حد، بس كمان علشان عشان انت ما خدتش بالك يبقى لازم تدفع جزء من المبلغ وماما هتكمل عليه. وانتوا كمان يا صحابي يلا كلمونا وقولوا لنا لو انتوا مكان ايه ده. كمان هيفن معانا على التليفون، ده انا لسه ما لحقتش اقول، وهيفن معانا على التليفون هتقول لنا نعمل ايه بقى مع بقسماطه. هيفو 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 طيب كده هيفو قطعت الاتصال، معلش يا هيفو ممكن تكلمينا تاني؟ حاولي حاولي وانا هرد عليكي. اوه معانا دلوقتي صاحبتنا لافينا على التليفون ونقول الو. الو الو, ألو. ازيك يا لافينا؟ ازيك؟ انا كويسه، انت كويسه؟ اه. انت عندك كام سنه يا لافينا؟ خمسه. ايه ده خمسه؟ خمسه يعني فايف ولا فايف يعني خمسه؟ ايام فايف. برافو عليكي، انت شاطره خالص يا لافينا. انت متابعانا من اول الحلقه؟ اه. طيب وشفتي صاحبنا بقسماطه ايه اللي حصل معاه؟ طيب وانتي كده كواحده كبيره عندها 5 سنين عندها مسؤوليه عظيمه واهتمام عظيم بامور البيت يا لافينا يا جميله، تقولي ايه لبقسماطه؟ او لو انتي اتحطيتي في الموقف ده ممكن يعني تعملي ايه؟ فكري. ما يزعلش بجد، دي حاجة حلوة قوي، يعني لو هو ادى للفقراء والمساكين حتى لو ما كانش معاه فلوس خالص بابا يسوع هيعوضه؟ دي حاجة حلوة جدا يا لافينا، شكرا قوي ان انت شاركتينا، وبجد ميرسي على مكالمتك. شكرا لافينا. شكرا. ميرسي، باي باي يا صاحبتي. ونرجع تاني يا اصحابنا نشوف تعليقات الفيسبوك. كيفن نبيل بيقول له قول لماما وبعد كده افتح الحصاله.
فكره نميسه برضو ان انا افتح الحصاله بس اقول لماما الاول علشان يعني انا الموضوع ما يضيعش مني وحاجات كده. لا برافو يا كيفن، برافو. وبرضو في صاحبتنا مهره فيلو بتقول له انت جميل خالص. وبكده يا صحابي نكون وصلنا لنهايه التعليقات بتاعت صحابنا، بس انا عايزاكم تشاركونا. ايه ده ايه ده، في تليفون، في تليفون، في حد بيكلمنا. وابي وابي، الو، ميري من القاهره، ازيك يا ميري؟ كويسه. عامله ايه؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ 10. 10 سنين يا ميري، ده انت كبيره خالص. اهلا بيكي يا ميري. هاي شفتي الحلقه من اولها؟ طيب وايه رايك في اللي بقسومات عملوا؟ هو اكيد ربنا مرتب على كده، يعني ان هو ده يحصل. اوكي طيب، وانتي انتي شايفه مثلا انه ايه اللي يحصل؟ هو يكلم مامته طيب يقول لها ولا يخاف؟ ما تزعلش بجد ميري. معلش يا ميري بنعتذر لك، التليفون قطع، حاولي تكلمينا تاني. بس بقى يا صحابي، واحنا ممكن نكون في الوقت دوت بنتعلم انه ممكن تحصل معانا مواقف كتير كده نبقى متضايقين منها، زي مثلا ان انا هبقى محوشه فلوس كتير وعامله حسابي ان انا هعمل حاجه معينه، وبعدين ببقى ماشيه في الشارع وساعات بنلاقي ولاد او بنات في الشارع غلبانين خالص، مش بيبقى عندهم لبس ولا بيبقى عندهم بطاطين او حاجه، وبنفكر كده نديهم فلوس او حاجه او نروح نجيب لهم اكل، ولما بنعمل كده بننبسط جدا جدا. عايزه اقول لكم يا اصحابي ان الموقف ده ربنا مش بينساه ابدا، وكل ما بنعطي ربنا بيعطينا. في كده ايه غالبا في سفر الامثال او في سفر الحكمه، مش فاكراها بالظبط، بس هي كانت بتقول المعطي هو ايضا يعطى والنفس السخيه تثمن. اسفه، هي بتقول المروي هو ايضا يروى والنفس السخيه تسمن. المروي ده يا صحابي يعني واحد بيجيب ميه كتير 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 ويروي الناس العطشانه. والنفس السخيه تسمن، دي السخيه يعني ان انا تبقى ايدي سخيه، يبقى في ايدي فلوس كتير 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 بوزعها على الناس وبيبقى عندي عطاء، فربنا بيسمن نفسي. يعني ايه بيسمن نفسي؟ يعني بيديني بركه وبيبارك في بيتي وبيبارك في فلوسي وبيبارك في مذاكرتي. اقول لكم على حاجه، ممكن احكي لكم كده حاجه صغنونه كانت بتحصل معايا. كان معايا واحده صاحبتي في المدرسه. طيب هحكي لكم الفاصل بعد، هحكي لكم اللي هيحصل دلوقتي يا صحابي بعد الفاصل. نروح فاصل قصير ونرجع تاني مع بعضنا، اوعوا تمشوا واستنوني. باي باي. رسول المسيح وقت سجنه، طلبتي قصاد صاحب القدرة عنه، حصل أمري هايل بقى الصلب سايل، شفاعتي جابت له سلام وأمن. يا ترى يا سور الخلاص يا حنونة، يا مهيب
فكيتي دقته نقلتي المقطم بآية لها في التاريخ أي روح. الشفاء السماوي وأحلى عزاء للنفوس الحزينة. أهلا بيكم يا أصحابي الحلوين مرة تانية. قوم إيه بقى، أنا كنت لسه أحكي لكم قصة صاحبتي اللي في المدرسة. قوم المخرج قطعني، بس علشان طبعا نعرض التنيمة بتاعت ماما العذراء. كل سنة وانتم طيبين يا صحابي. على فكرة انا بحب شهر كيحك قوي، وبحب احضر التسبيحة، وبحب كمان الهوزات، وبحب اجيوس اوسي اوس، وكمان بحب يميم رهيهنين، وحاجات كتير قوي. وانتم كمان يا صحابي لما تكلمونا وبقولوا لي بتحبوا ايه في كيحك وكده. المهم اكمل لكم بقى قصة صاحبتي. زمان كده خالص وانا صغنونة قد كده اهو، او قد كده اهو قد كده اهو يعني، كنت في المدرسه وكان عندي واحده صاحبتي شطوره جدا وبتطلع من الاوائل. كانت صاحبتي دي ليله كل امتحان احنا مثلا بنقعد نذاكر ونبقى مشدودين كده وعايزين نذاكر، واقعد اقول لها انت رايحه فين او انت هتعملي ايه. صاحبتي دي كان اسمها ستوته على فكره. هي اسمها كده. بقول لها طب انت هتعملي ايه دلوقتي يا ستوته؟ كانت بتقول لي ان انا عندي خدمه معاقين وهنزل دلوقتي الخدمه بتاعتي. فبقول لها ازاي ده احنا عندنا مذاكره كتير يا ستوته، مش هينفع كده. تقول لي لا، وقت ربنا لازم ندهوله. وعلى فكره الخدمه اللي انا بنزلها دي كانت بتبارك جدا جدا في كل حاجه. وصدقوني يا اصحابي اللي انا بقوله لكم دي، وممكن تكون صاحبتي دي بتتفرج علينا دلوقتي. البنت دي كانت من اشطر الناس في المدرسه، وكانت بتطلع من الاوائل، وكانت حد مميز جدا. انا كنت ببقى فخوره بيها قوي، وفخوره ان انا صاحبتها. ومن ساعتها يا اصحابي اتعلمت ان الوقت اللي بنديه لربنا بيبارك جدا 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 في وقتنا. بس بقى يا صحابي، وكانت هي دي القصه. نخش بقى على الفقره الجديده بتاعتنا واللي دايما بنستناها من الحلقه اللي فاتت. معانا دلوقتي حاجه هتحبوها قوي، هي الساعه الرمليه. لو انتوا فاكرينها من المرة اللي فاتت اوكي، لو مش عارفينها تعالوا نشرحها مع بعض. ايه فكرة الساعة الرملية دي يا صحابي؟ احنا دلوقتي هيكون معانا مسابقة، يعني صحابنا هيكلمونا في التليفون ونكون بنعمل معاهم شوية اسئلة. الاسئلة دي هتبقى عبارة عن ايه؟ مثلا سؤالين ثلاثة اربعة، بس هنحلهم في وقت قد ايه؟ في وقت الساعة الرملية دي. الساعة الرملية دي اصلا فكرتها كانوا زمان قدماء المصريين او ناس قديمة يعني مش فاكراهم بالظبط، كانوا بيستخدموا الساعة الرملية دي عشان يحددوا الوقت. يعني مثلا دي مدتها دقيقة، لو انا هقلبها كده يبقى الدقيقة ابتدت، واول ما تخلص يبقى الدقيقة خلصت. وده اللي احنا هنعمله دلوقتي مع بعضينا يا صحابي. في صحابنا هيكلمونا في التليفون، هنسألهم شوية اسئلة ونعمل مسابقات معاهم. بس هنبتدي الاسئلة وانس انه الرمل ده يبتدي يتحرك، والاسئلة هتخلص لما الرمل يحصل له ايه؟ بالضبط يا صحابي، ينزل تحت. الو، ومعانا صاحبتنا الأمورة روزانا من الجيزة، ونقول الو روزانا. روزانا معلش معلش يا روزانا، كلمينا تاني. ومعانا دلوقتي يا صحابي، خلينا نكون بنفكر كده. الساعة الرملية تك تك، اول مرة اشوف رمل ازرق بصراحة، بس شكله حلو قوي. بس بقى، وكانوا زمان بيستخدموا الرمل دوت او الساعه الرمليه دي عشان يعرفوا بيها الوقت. وابتدت بقى تتطور لحاجات كتير بقى. كنت زمان برضو بسمع عن انه ايام رمسيس الثاني كانوا بيعملوا كده زي دوريه كبيره، ويكون فيها عمود، بس عمود طويل قوي قوي قوي، والعمود دوت
كان بيبتدي يقف في مكان معين علشان يعمل الساعة والناس بتعرف الساعة دي. ايه ده ايه ده ايه ده، معانا صاحبنا ماركو ونقول الو. الو، ازيك يا ماركو؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. انت عندك كام سنة؟ 7 سنين. 7 سنين، ده انت امور خالص يا ماركو. جاهز معانا للمسابقة يا ماركو؟ اه. طيب خلاص خلينا نبتدي. خلاص الرمل كده خلص. ماركو الشطور هيحل علشان هو امور. يلا 1 2 3. بيقول لك يا ماركو، كم يوم عاش يونان في بطن الحوت؟ 3 ايام. برافو يا ماركو، ايه الشطاره دي. تعال نخش على السؤال عليه السؤال اللي وراه بسرعه. اذكر 3 من اسرار الكنيسه السبعه. تناول. ايوه. معمودية. ماشي. وزيت الميزور. برافو عليك يا ماركو، ايه الشطارة دي. يلا نخش على السؤال اللي بعده بسرعة. بماذا دخل الرب يسوع اورشليم يوم حد الزعف؟ علشان يتسلم. لا، هو دخل بايه؟ يعني الناس كانت بتستقبله كده، هو دخل بايه؟ كان في وسيلة كده وحاجات و... تك تك تك. بالخوف. لا لا، حاجه كان هو داخل بيها كده وراكبها. اه، حمار. حمار. وكان ايوه. الو، قول تاني يا ماركو. زحل. اوه يا ماركو، طيب احنا بنعتذر لك جدا عشان الساعه خلصت. كلمنا تاني وحاول تكون بسرعه بسرعه كده في اجابتك. ودلوقتي معانا صاحبنا الامور جدا فيلوباتيل من المنوفيه ونقول الو يا فيلو. فلا يا فيلو. الو، ازيك يا فيلو؟ كويس. عامل ايه؟ كويس. انت عندك كام سنه؟ 8. عندك كام سنه؟ 8. دي حاجه حلوه خالص. جاهز معانا الاسئله يا فيلو؟ اه. هتركز وهتركز؟ اه. يلا بينا نبتدي يا فيلو يا صحابي، يلا نعد مع بعض. 1 2 3. كم عدد تلاميذ الرب يسوع؟ ايه؟ كم عدد تلاميذ الرب يسوع؟ 12. برافو. اللي بعده، ما اسم الزيت المستخدم بعد المعمودية؟ زيت الميمون. برافو. ايه الاكل اللي بابا يسوع باركه واطعم بيه 5000 رجل غير النساء والاطفال؟ 5 خبز و2 بطيخ. برافو برافو برافو. ايه اللي استخدمه موسى في عبور البحر الاحمر؟ العصايه. برافو عليك. طيب سؤال تاني، ليه بنصوم في الكنيسه يوم الاربع معظم ايام السنه؟ عشان يوم الدس. عشان ايه؟ عشان يوم لا بص بص يا فيلو، مش عايزين ماما تملينا ولا حاجه، انا سامعه الصوت كده مش حاجه حلوه قوي. انت قول لوحدك. ها يلا ركز. ليه يوم الاربع بيبقى فيه يوم اربع ويوم جمعه؟ يوم الجمعه. يوم الاربع. يوم جمعه عشان، لا انا مش بسال على يوم الجمعه، انا بحاول اساعدك عشان مش عايزين حد يساعدنا من بره. يوم الاربع. انا بعتذر لك جدا يا فيلو لانه الساعه خلصت، حاول تكلمنا تاني وتكون اسرع. شكرا جدا. معانا صاحبتنا منريت. يا منريت ايتها المحبوبه. حلو. جدا. ازيك يا منريت؟ هلا. انا انت عارفه انا بحب اسمك ده جدا جدا جدا، بس ممكن يكونوا اصحابنا ومش عارفين معنى الاسم، ممكن تقول لهم يعني ايه منريت؟ ماشي ماشي. انت عارفه معنى اسمك؟ ايه يعني ايه منريت؟ فور. يعني ايه؟ فور. انا مش سامعاكي قوي يا منريت، ممكن تعلي صوتك شويه؟ فور. فور. طيب اوكي ماشي يا منريت يا عسوله، ممكن اطلب منك طلب صغنن؟ ماشي. ممكن تقولي لنا ترنيمه انت حافظاها؟ حافظه كده يا كاسه.
انا كمان بحبك جدا يا ميريت، انتي اسمك جميل جدا. عايزه اقولك انا بحبك جدا واسمك حلو قوي عشان ده معناه المحبوبه بالقبطي. يلا قولي لنا بقى، قولي لنا قولي لنا ترنيمه كده انتي حافظاها عشان انتي شطوره. ميريت يا ميريت، ايوه قولي لنا ترنيمه، حافظه ترنيمه، حافظه ترنيمه صغننه مثلا من كلمتين ثلاثه. انا مش سامعاكي يا منريت. نسيت 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 هي بيتي، هي امي، هي سر فرح حياتي. برافو، شكرا جدا 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 يا منريت، اشتريكي يا رليا قلبي عيني من تحدي، خدني اهلي بفرحة بهية عالكنيسة للتعميد، سلمي ابونا من رجليا وغطسني في جرن غويط، كانت هي هي ليا ميلاد جديد. شكرا منريت عسولة، برافو خالص يا منريت ايتها المحبوبة جدا جدا جدا. وكمان معانا ماريا من اسيوط، الله، من عند العذراء ودير درونكا والحاجات الجميلة دي، ونقول الو ماريا. ماريا سلمي لنا على اسيوط كلها يا ماريا. شكرا لكم جدا يا اصحابنا على الوقت، على الوقت الحلو دوت، وشكرا على كل مشاركاتكم الجميلة من خلال الفيسبوك ومن التليفون ومن كل اصحابنا الحلوين اللي هم كلمونا. وخلونا دلوقتي نروح لفقرة حلوة جدا بنستناها، هي نشرة خلطة بيتا. ارجعوا لنا تاني يا اصحابي بعد ما نشوف النشرة. آخر الأنباء اللي حصلت وعرفناها، تقدمها لكم المذيعة الجميلة خلطة. أيوة إليكم عناوين الأخبار. شخص خفي يتحرك ليلا في شوارع المدينة والناس نايمة، حفلة زفاف تحضرها البلد كلها، والعروسة تقول مبسوطة إني اتجوزت بعد أختي الكبيرة. للمرة التالتة بلاغ من أحد المواطنين برؤية شخص بيحذف أكياس على شباك جاره. وإليكم التفاصيل. بكم مرة تانية ومع التفاصيل. أكد بعض الشهود العيان أنه ظهر شخص بيتحرك بالليل خالص والناس نايمة وبيختفي، وكمان بعض الناس أكدوا أنه كان شايل شنطة ومش عايز حد يعرفه. ألو، أيوة أيوة، معنا مرسلنا الأستاذ لندا، وبنرحب بمرسلنا من قلب الحدث. اهلا يا لندا. الو الو لندا، انت سمعنا؟ الو ايوه انا سامعكوا كويس. اهلا بالاستاذه خلطه. لندا احكي لنا اللي بيحصل عندك وقول لنا انت فين. انا في مدينه اسمها مورا، والمدينه دي في اسيا الصغرى، وانا بحس المخبر دعبست وسالت وجمعت شويه معلومات. طيب بعد ما دعبست وسألت قول لنا يا لندا عرفتي ايه؟ الراجل اللي لقى الكيس الغامض عند شباكه، الحقيقة ان دي ما كانتش اول مرة، لا دي كانت تاني مرة، ولما سألنا جاره قال ان الراجل ده في كل مرة بيعمل فرح لواحدة من بناته، مع ان الراجل ده اصلا كان غني جدا بس خسر كل فلوسه. يا ترى بقى جاب الفلوس دي كلها منين؟ ياه، دي معلومات مهمة جدا. ويا ترى الكلام ده ليه علاقة بالراجل الخفي؟ في الحقيقة وانا ببحث دلوقتي حالا حصل حاجة غريبة جدا،
استنوا استنوا انا هروح اشوف في ايه. الو الو استاذ لاندا. طيب واضح كده يا جماعة اللي في مشكلة في الاتصال. في الحقيقة الموضوع غريب ومحدش يقدر يعرف هل الموضوع ليه علاقة بالراجل اللي بيحذف شنط من الشباك ولا لا. الو الو ايوة يا لاندا. ومعنا مراسلنا لاندا مرة تانية. لاندا انت سمعنا؟ يا جماعة انا عرفت دلوقتي حالا ان للمرة التالتة جه الشخص الخفي ده اللي بيتحرك بالليل وحدف كيس على نفس البيت، لكن صاحب البيت كان سهران المرة دي وحس بيه وخرج مسكه عشان يعرف مين اللي بيحدف الاكياس عليه كل مرة. ياه وطلع مين يا ترى؟ حرامي لسه مجرم؟ قول لنا بسرعة. لا 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 هو مش كده خالص، لا بالعكس الشخص ده في الحقيقة كان بيحدف اكياس مليانة فلوس وهو اللي ساعد صاحب البيت انه يجوز بناته بالفلوس دي. ياه هو في حد يعمل كده؟ ايوة يا خالطة هم عرفوه، الشخص الخفي ده طلع الانبا نيكولاوس اسقف المدينة نفسها وهو كان بيعمل كده عشان يساعد الراجل لانه خسر فلوس كتير قوي وكان ممكن يعمل حاجة غلط عشان يجيب فلوس يجوز بناته. غريبة قوي. طيب وليه ما ادهوش الفلوس على طول بدل ما يحدفها بالليل كده؟ لانه ما كانش عاوز يكسف الراجل وكمان بيعمل حسب الوصية هي انه يعطي في الخفاء. يا ده فعلا قديس جميل قوي. يا ريت يا لاندا لو عندك معلومات اكتر عن القديس نيكولاوس تقول لنا. انا سألت وعرفت عنه حاجات كتير. القديس الانبا نيكولاوس اسقف مدينة مورا بابا كان اسمه ابي فانيوس وامه اسمها تونة وكانوا ناس اغنية قوي قوي لكن كبروا وعجزوا وما كانش عندهم اولاد وكانوا بيصلوا لربنا كتير وفعلا ربنا خلاهم يخلفوا القديس وكان شاطر جدا وكمان بيحب الكنيسة وكان بيقرا كتير لحد ما اختاروه شماس وبعدين اترهبن وعاش حياة كلها قداسة لدرجة انه اترسم كاهن وهو عنده 19 سنة بس وكان بتحصل معجزات كتير على ايده زي شفاء الامراض ولما مات اسقف المدينة جه ملاك ظهر لرئيس الاساقفة وقال له يختار نيكولاوس يكون الاسقف وكان بيحمي الكنيسة من تعاليم كتير غلط ظهرت وهو موجود. الحقيقة دي معلومات واخبار مهمة جدا جدا. واحنا مبسوطين اننا عرفنا كل ده عن القديس الانبا نيكولاوس وبكده نكون وصلنا لنهاية نشرة الاخبار وبنشكر مراسلنا الجميل لاندا على مجهوده ومعلوماته الجميلة دي. كانت